وحول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد. أستاذ سعد، أهلا بك معنا. إذن فضائح قطر تظهر يوم بعد يوم، طبعا من ضمنها انتهاكات لحقوق الإنسان والعمال والوافدين طبعا للعمل في المونديال القادم 2022. ما هي قراءتك لهذه الانتهاكات، خصوصا وأنها ترتكب تحت غطاء قانوني؟ للأسف الشديد أن التشريعات القطرية بخصوص العمالة الأجنبية يعني هي تشريعات جدا ضعيفة ولا تتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان بالخاص، خصوصا في مسألة النقابات، تشكيل تلك النقابات. يعني احنا اليوم يعني نتكلم عن عمال لم يتقاضوا أجورهم 4 شهور، خصوصا في التقارير الأخيرة. يعني هناك عمال يعملون 13 ساعة يوميا بدون إجازات، هذه كلها انتهاكات. يعني منظمة، نحن نرى منظمات مثل هيومن رايتس والعفو الدولية تقول إلى وجود نظام يعني أشبه بالعبودية في تقاريرها، بالتالي هناك يعني انتهاكات صارخة يعني للعمالة. يعني اليوم يتكلمون يعني تلك المنظمات تتكلم عن أن العمال يسكنون في أوكار لا تصلح للسكن. نعم. يعني كل هذه انتهاكات أساسية. كذلك نتكلم عن تقرير رسمي قطري قبل فترة ظهر أن 22.8% من حالات وفاة العمال نتيجة حوادث في موقع العمل، بالتالي نعم. احنا نتكلم عن نسبة كبيرة جدا. يعني انا لو بنذكر احصائيات ما بنخلص. يعني كفاية اليوم منظمة العفو الدولية ستقوم يعني ألمحت بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص انتهاكات اتفاقية اللي هي اتفاقية تفتيش العمال والعمل الإجباري بالذلك. فبالتالي هناك فعلا هناك أزمة موجودة في قطر. نعم، هل توضح لنا ما هي النتائج المتوقعة من استمرار قطر في انتهاكها لحقوق العمال؟ يعني اليوم احنا شفنا ابرز الاشياء اللي هي الاضرابات. هناك كثير من الامور، يعني القطريين او المسؤولين القطريين يقولون ان قدرة قطر على مواجهة الأزمة، في المقابل ان العمالة تشتكي من ارتفاع الاسعار وعدم صرف رواتب وعدم السفر كذلك. بالتالي هناك أزمة داخلية لدى قطر اليوم تواجهها، وهي تقول ان ليس هناك اي اضرار من قرار قطع العلاقات. واليوم نجد اليوم هناك يعني اليوم الدوحة ظهرت بوجهها الحقيقي امام العالم. اليوم انتهاكات، يعني كنا احنا نتخيل ان هناك يعني العمالة الأجنبية في قطر ستكون يعني خصوصا مع هذه التطورات ستكون يعني مرتاحة، لكن على العكس من ذلك ظهرت. يعني هذه التقارير ليست قديمة، يعني هذه تقارير جديدة خصوصا في 2016 اغلبها هي تتكلم عن خصوصا عن المنشآت التي تقوم فيها قطر لإعداد الكأس العالم 2022. نعم. اليوم يعني ذكرت في التقرير مسألة اللي هو ارتفاع حصيلة الضحايا ل 2022 ل 4000 شخص. اليوم احنا نتكلم عن يعني أزمة وخطر موجود على تلك العمالة، فماذا ستقوم قطر بذلك؟ يعني كيف ستتصرف؟ طبعا في اعتقادك شنو هو المطلوب لوقف هذه الانتهاكات الآن؟ اليوم يعني نطالب اليوم المجتمع الدولي، نطالب الجميع خصوصا يعني المنظمات الدولية وخصوصا الأمم المتحدة كذراع دولي وأممي بالضغط على الدوحة يعني للتخفيف من أعباء هذه العمالة. للأسف يعني أن كدولة خليجية أن نرى مثل هذه النوعية من الانتهاكات، خصوصا أن احنا نتمتع يعني اليوم خصوصا احنا نتمتع يعني بحقية كبيرة في احتضان هذه العمالة، وهم جزء من عملية التنمية. اليوم قطر هناك تنمية مقابل الضحايا، يعني احنا نتكلم عن 1200 ضحية مقابل هذه التنمية، طبعا قابلة للزيادة. وبالتالي هل التنمية تقوم على حساب هذه الأرواح؟ فحرام كده. الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في مركز الأخبار. شكرا.